يقول: أنا متزوج امرأة وجايب منها أطفال ولها حوالي 8 سنوات لم أعطها شيء، ماذا أفعل؟ وجهوني في هذا الأمر، جزاكم الله كل خير. المطلقة ليس لها نفقة، وإذا كانت بائنا أو خرجت من العدة فإنها ليس لها نفقة، لكن يبقى نفقة الولد. نفقة الولد واجبة على والده، فالواجب عليك أن تنفق على أولادك وأن تعوضهم عن المدة الفائتة، لأن نفقة الولد واجبة على والده. نعم. أنا أستشف من هذه الرسالة فضيلة الشيخ، لأنه لم يوضح هل هي مطلقة أو لا، أستشف أنها على ذمته، فإن كانت على ذمته ومنع عنهما أو عنها وعن أطفالها القوت خلال 8 سنوات، ما توجيه فضيلتكم له؟ يكون آثما في ذلك وتاركا لواجب عليه. وإذا كانت المرأة قد استدانت وأنفقت على نفسها، فإن سداد هذا الدين الذي أنفقته المرأة على نفسها وعلى أولادها يكون على الزوج وعلى الوالد. أما إذا كانت أنفقت على نفسها من غير دين، فإن النفقة تسقط بمضي الزمان. نعم. إلا إذا أنفقت في استدانت أو أنفق عليها أحد بنية الرجوع على من تجب عليه النفقة.